الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى باسم المشير الجمصي بكلية طب القوات المسلحة. الرئيس السيسي يؤكد أن المجاملات شكل من أشكال الفساد ويدعو لمكافحتها خصوصا في مجال التعليم. وزارة الخارجية تؤكد أن مصر تتابع بالبالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية. الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة دفعة المشير محمد عبد الغني الجمصي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات. ومنح الرئيس السيسي أنواط الواجب العسكرية لأوائل الدفعة الأولى من خريجي كلية الطب بالقوات المسلحة، وتعمل الكلية على الارتقاء بمهنة الطب في القوات المسلحة لخدمة القطاعين العسكرية والمدنية. ويعد تخريج الدفعة الأولى لكلية الطب العسكرية هو أحد أهم الإنجازات التي حدثت في قطاع الصحة خلال العقود الماضية. وقال الرئيس السيسي في كلمة له خلال الاحتفال إنه تم اختبار الطلبة حسب المعايير العالمية، كما تم استخدام الاختبارات من أعرق كليات الطب العالم. ولفت سيادته إلى أنه تم التأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال الفساد بالعملية التعليمية، ولا مجال للمجاملة، لأن فساد يجب مكافحته بكل ما أوتينا من قوة. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم القيام بتحييد العامل البشري بكل الاختبارات عبر ميكنتها للتأكد من حصول كل فرد على حقه، وأن الدولة ستقوم بتطبيق ميكنة الاختبارات بجميع الجامعات على مستوى الجمهورية. هذا وقرر الرئيس السيسي بأن يقضي الطالب فترة الامتياز بالكلية، لأن هؤلاء الشباب هم نواة لأعرق الجامعات. ولفت الرئيس السيسي إلى أن الاهتمام بصحة المصريين يؤثر على الأمن القومي بشكل كبير، وهو ما يدفع بالدولة للقيام بالمبادرة الصحية المختلفة للحفاظ على صحة المصريين. المجاملة فساد. المجاملة فساد. لو انتوا عايزين تكافحوا الفساد في بلادكم ما تجاملوش حد. المجاملة فساد. فاحنا كنا عايزين حتى جوه كلية الطب العسكري نبقى مطمنين ان مفيش اي شكل من اشكال ان العملية التعليمية ما بتتعمل على افضل ما يكون. احنا النتائج اللي طلعت كانت نتائج جيدة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية والكلية البحرية. للمزيد في سياق التقرير التالي. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين على أن تكون مدة الدراسة عامين ميلاديين. صرح بذلك اللواء أركان حرب أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل عن شروط القبول والتخصصات المطلوبة يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg. أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية متابعتها ببالغ الاستياء والقلق العدوان التركي المستمر على الأراضي السورية وما يرتبط بذلك من انتهاكات لقواعد القانون الدولي وفقدان الأرواح ونزوح عشرات الآلاف. كما أكد البيان أن موقف الاتحاد الأوروبي الواضح يؤكد رفضها وإدانتها تلك الاعتداءات التركية. كما رحبت مصر بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في الرفض الأمريكي الواضح للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية وفرض عقوبات أولية على النظام التركي لدفع تركيا للتراجع عن سياساتها العدوانية.
تجرى حاليا الاستعدادات لانطلاق النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى 17 من ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث شكلت إدارة المنتدى عدة لجان شبابية لتنظيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي يجذب الشباب والزعماء والقادة والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم. ويشهد منتدى هذا العام مناقشات ثرية حول الشباب والإبداع والتنمية بعد التركيز على عدد من القضايا الجديدة والملحة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائي وتغيير المناخ والذكاء الاصطناعي. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.